بقرب الدكان، في شرفة بيت الجيران. جرة ماء تتكسر أما الفاعل لم يظهر، جرة ماء أما الفاعل لم يظهر لم يظهر. لما سمعت جارتنا خرجت صاحت ما هذا، قد حطمتم جرتنا، من كسرها ولماذا ولماذا؟ أخبرني عامر مرة قصة سر أخفاها، أنه من كسر الجرة لما الكرة ألقاها. أنتم من كسر الجرة والجارة لم تعرفكم، ما عندي أية فكرة، حلوا الأمر بأنفسكم. أنتم من كسر الجرة والجارة لم تعرفكم، ما عندي أية فكرة، حلوا الأمر بأنفسكم. عامر أفرغ حصالته وكذا فادي حالته، ذهبا واشتريا جرة، هل نجحا هذه المرة؟ زارا الجارة واعتذرا، قالت إني أعذركم، لا نملك إلا شكرا، بقرب الدكان، في شرفة بيت الجيران، جرة ماء تتكسر.